الله، يعني بجد الله. بصوا بصوا كده، بصوا معايا، شايفين العلم المصري بيرفرف ازاي؟ والله وعملوها الرجاله، والله وعملوها الرجاله. يا شايفين العلم وجماله؟ يعني لا لا لا، لازم اقف تحيه تحيه لعلم مصر ده، لازم نحييه كلنا. العلم ده بجد يرفرف كده بقوه، ويرفرف كده انه بنجاح، ويرفرف كده بكل حاجة حلوة. الواحد لما بيشوف العلم يبقى عايز يقف بجد ويبقى فرحان، ويبقى كده نبقى حاسين، كلنا نبقى حاسين كده ان احنا ربنا كرمنا زي ما ربنا كرمنا النهاردة. أكيد الحمد لله، الفرحة حلوة أوي، والنجاح حلو، ورجالة مصر اللي شرفونا حلوين. معانا فنان، أولا كروي جدا، فنان جدا، مصري قوي، الفنان الجميل عم صلاح عبد الله. مساء الفل يا صلوحه، صلوحه حبيبي. ازاي حبيبتي يا شبكي؟ الله يخليك. ايه يا ماميه، منوره يا ميمي. شفت بقى، يعني جبت ايه رايك بقى؟ انت مش كنتوا بتقولوا عليا خرزه زرقاء؟ انا النهارده خرزه زرقاء. ايوه والله وشي حلو الحمد لله. سلام. قول لي حكايه الخرزه الزرقاء بتاعت ميمي جمال دي. ايوه صح، في شغلها معانا على طول، ربنا يديها الصحه يا رب. ربنا يخليك يا رب. شغلها على طول معانا في المسرح، كنا بنقول دي الخرزه الزرقاء دي. حبيبي قلبي. بتبقى وش السعد علينا، وربنا بيكرمنا زي ما كرمنا النهارده. النهارده إيه كان الفرحه الحلوه قوي قوي دي يا شبكي؟ دي فرحه حلوه جدا جدا. يا سلام، مصر فرحانه، كله مصر فرحانه. طب قول لي بقى عم صلاح، فرحانه. انا عارفاك بقى، انت بتتفرج دايما على الكوره، بتبقى على اعصابك صح؟ انا عارفه ده. النهارده كده اتفرجت فين الاول؟ في البيت. في البيت. انا وقفت اي ارتباطات. ليه بقى؟ انا يعني مش مساله تفاؤل وتشاؤم، تعودت ان انا اقعد على مكتبي كده قدام الشاشه، وجواد بناتي هم اللي بيحضروا معايا الماتش، وجانا يا ميمي، جانا اللي هي اخر العنقود، يا روح يا روح قوي برضه. ودينا دينا كمان كانت لا مع نفسهم عشان الولاد، يعني عشان ما يعملوليش قلق. ايوه. ونجوه زيها كويسه؟ زي الفل الحمد لله. وربنا يخليهم لك يا رب. يا سلام يا حبيبتي يا ميمي، يا حبيبتي يا حبيبتي. يعني قولي اثنين حبايبي قاعدين، الله يبارك. الفرحه كملت والله. طب قول لي يا شبكي، شبكي اتفضل. عايز اقول لك حاجه، ان كمان الفرحه كملت قوي بالكلمه اللي بعتها السيد الرئيس طبعا لاولاده واولادنا. ما دول اولادنا يا شبكي. طبعا طبعا دول اولادنا الابطال. طبعا. وانا ببعت من خلالكم 120 مليون بوسه للبطل ابو جبل. ابو جبل البطل النهارده. طبعا ربنا كرمنا بالشناوي العظيم ومحمد صبحي، وربنا كرمنا رغم الظروف الصعبه اللي احنا عدينا عليها والاصابات، ابو جبل النهارده خلص بدري موضوع ضربات الجزاء ده، بنبقى يعني ايه. لا شفت هو صد كام جول، يعني الحقيقه مع الثبات الانفعالي اللي كان موجود في المباراه. ايوه نهى الحكايه. صحيح. ما خلاص، اصل هو صد كورتين وفي كوره طلعت بره، خلاص خلصت، واحنا جبنا الثلاث كور بتاعتنا، خلاص ما كملناش بقى ليه لغايه زي الماتش اللي فات. طبعا احنا كملنا للضربه الخامسه. ايوه فضلنا كوره لكوره. صح صح. لا لا، عايز اقول لك مصر فرحانه، فرحانة مصر، فرحانة قوي، فرحانة. مصر تستحق الفرح. نلها بيغني لها وليلها للصبح سهران ويانا. الله مبروك يا أعظم شعب، الشعب المصري النهاردة هيصحى من الصبح، هيصحى في السعادة والهنا والفرحة، وجمعة مباركة عليه يا رب، وعلى كل المصريين اللي بجد، المصريين الحقيقيين اللي يستاهلوا، مش المصريين اللي في البطاقه، المصريين اللي في البطاقه ما الناس طالع فيهم. على فكره احنا حاطين على الشاشه الصده من الحاجات اللي صدها ابو جبل، وهو النهارده كان جبل ابو جبل حقيقي يعني. امال امال، ما احنا يوم ما اتصاب الشناوي قلنا خرج ابو جبل، خرج جبل ودخل ابو جبل، خرج جبل ودخل ابو جبل. الحقيقه يعني بص، كل الولاد النهارده عملوا اللي عليهم، او خلي بالك ده ثالث ماتش نلعبه 120 دقيقة. صحيح. ثالث ماتش،
ثالث ماتش نلعبه 120 دقيقة. طب قول لي كتبت حاجة على الفيسبوك أول لما مصر فازت؟ كتبت حاجة؟ ليه؟ كتبت إيه؟ قول لي يا عم صلاح. أنا قلت كتير. أنا قلت إيه؟ يعني الله عليكم يا مصريين، الله عليكم. الدنيا وانتوا فرحانين فرحانة بيكم. وأحلى حاجة يا ناسي فيكم اللي في قلوبكم في عينيكم. اللي في قلوبكم في عينيكم. مبروك يا أعظم وأحلى وأجمل شعب في الدنيا. مبروك. وبعدين أنت كنت في الدقايق دي مع استوديو تحليلي نسائي بحت. يعني فنانة ميمي جمال. ده جديد بقى، ده جديد. أنا طبعا عملت مداخلات بقى، ده الجديد بقى عليا النهارده. يعني حريمي جدا. يا سلام. ميمي جمال الليلة آخر حلاوة وآخر جمال. الحمد لله. شافكي منيري منورة الدنيا، شافكي يا غالية. الله يخليك. الله يخليك. يعني عم صلاح عبد الله، أولا فرحتك واصلالي. يعني فرحتك واصلالي. يعني فأنا والله مهما وصفت فرحتي ما مش هقدر أوصفها، مهما قلت وكتبت مش هقدر أوصفها. لا ربنا لا يفرحك لا. دايما ويفرح مصر كلها. احنا بنحب البلد دي قوي يا شباب، بنحبها قوي 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 قوي، ونفسينا على طول يا رب دايما في الافراح. يا رب دايما في الافراح. يا رب دايما يا رب. بشكرك الفنان صلاح عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا.